إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعيدا عن الهرج والمرج والأخبار الزائفة والكاذبة والفزاعات وأصحاب العمل في الظل، نأتيكم بأخبار موثوقة من وكالة الأنباء الجزائرية. إذن الجزائر أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم الأحد أن حزم من الإجراءات. إذن هذه صوت الاجتماع من وكالة الأنباء الجزائرية. هنا علينا حزمة من الإجراءات لتطبيق الفور، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمحاربة تفشي وباء كورونا المستجد. إذا جاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد المجيد تبون رئيس الجمهورية. وقد استهل مجلس الوزراء شغله باستماع عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الماضيين، بعدها انتقل إلى وزير المالية حول مشروع قانون المالية التكميلي والذي أجل إلى وقت آخر. في انتظار ذلك يضيف البيان، أعلن رئيس الجمهورية عن حزمة من الإجراءات للتطبيق الفوري مكملة لتلك التي تم اتخاذها قبل أيام لمواجهة تفشي وباء كورونا كوفيد-19، وتتمثل بتخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، يعني بفارق 10 مليار دولار، وتقليص نفقات ميزانية التسيير ب 30% دون المساس بأعباء الرواتب. كما أمر الرئيس السيد تبون بالتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية، وهذا هم اللي كانوا يديونا الدراهم يا جماعة، جماعة الخير، مما سيوفر الجزائر حوالي 7 مليارات دولار. شوفوا 7 مليارات دولار تروح غير المكاتب الأجنبية، يعني كما يقولوا يطيشوا في الدراهم عيني عينك. فضلا عن تأجيل إطلاق المشاريع المسجلة وقيد التسجيل التي لم يشرع في إنجازها ما عدا في مناطق الظل، وكذلك المشروع المتعلق بدراسة مستشفى مكافحة السرطان في جلفة. وفي إطار ذات الإجراءات أمر السيد تبون بالإبقاء دون مساس عن النفقات المرتبطة بقطاع الصحة وتدعيم وسائل محاربة تفشي وباء كورونا فيروس والأمراض الوبائية بصفة عامة، وعدم المساس بمستوى النفقات المرتبطة بقطاع التربية. إلى جانب ذلك حث رئيس الجمهورية للتكفل في قانون المالية التكميلي سنة 2020 عند إعداله بخسائر المتعاملين الذين تضرروا من تفشي وباء، كما أمر بتكليف الشركة الوطنية لمحروقة سوناطراك بالتخفيض من أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليار، يعني 14 يعني 7 مليارات كاملة. هذه نتاع الاستكشاف ومناش عارفين وين رايحة الحكاية، ويجبدوا البترول ومن بعد يبيعوه ب 20 دولار فقط، فهمت كيف؟ خسائر، كلها خسائر في خسائر. إذا نحتفظ ب 7 مليار خير أحسن من أن نطيشهم، ولا قصد الحفاظ على احتياط الصرف، هاي بين الحكاية. ولتحقيق المزيد من الإدماج المالي حتى سيتبون على تسهيل منح القروض والتركيز على الرقابة على المنتجات ومنتوجات المبتكرة، مشددا في الوقت ذاته على تشجيع المنتوجات الممولة بواسطة الصرافة الإسلامية، والعمل على إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بها من طرف بنك الجزائر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكرا جزيلا.